تصوروا معايا إذن أدعو وأدعو الأستاذ مولاي إدريس بوالإعلام على وقع تصفيقاتكم نيابة عن محمد الويجل في مشهد تكريم مصطفى الغريق عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ورئيس عصبة فاس بولمان لألعاب القوى ضيف العيون المميز من عاصمة العلم والثقافة في فاس والكل في فاس إلى كبرى حواضر الصحراء مدينة العيون وبزي صحراوي أصيل ابن المرحوم مولاي الطيب بوحنانة مرفوقا بمولاي إدريس بوالإعلام وأميمة الويجل في مشهد تكريم السيد مصطفى الغريق عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. شوف هنا مولاي الطيب. شوف هنا مصطفى. ما شاء الله عليكم شكرا. يا خويا. راجع مخدع مخدع.